شرب الماء مع الاكل، شرب الماء في قبل وسط الأكل. الاكل نص كوبايه مستحبه، بتساعد على الهضم في وسط الماء، انما اكتر من كده مش مستحب. في ناس تشرب الميه قبل الاكل عشان شويه تشبع، ده ينفع برضو مش مضر؟ طبعاً طبعاً, طبعا 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 تمام. الميه حاجه كده كويسه على المشي. تمام. دول بقى اللي بينتفخوا من المعده، بتلاقي انتفاخهم في اعلى البطن. هنيجي بقى خلصت المعده، هذه المرحله الاولى بتتنفس لما بتتعصب، سموكر، بتشرب دخان، بتشرب سجاير، بتشرب كازوزه، بتشرب كازوزه حلوه الكازوزه دي بتشرب بسرعه على فكره، بتشرب بسرعه تاخد هوا وانت بتشرب. بنتي صغيره فبتقول يعني ايه كازوزه دي يا بابا؟ صحيح. لا واجزخان واجزخان واجزخان. فعندنا بقى الدم ده مهم جدا جدا، معظم حاجات زي او اللي مثلا بياكل بسرعه. اللي بياكل بسرعه غالبا ما بيمضغش. غالبا طبعا ما بياكل بسرعه. مين مين يا استاذ محمود اخترع الرز على الملوخيه؟ احنا المصريين عشان نزلط، عشان يزلط. مين بيمضغ مكرونه؟ ما حدش. الكشري، انا بحب اخش محل كشري اشوف الناس بتاكل بتمضغ ولا لا. لقيت 1% الباقي بيحط المعلقه وراها عايز يملى بطنه، مع ان الهضم يبدا في الفم. تاني، الهضم يبدا في الفم. اللي بيبلع من غير ما يمضغ دي كارثه. ودي بقى مناسبه نقف شويه عندها، حكايه المضغ دي لانها فيها فوائد ملهاش حصر. طبعا نسمعها من حضرتك. المضغ حضرتك بتخلي اولا بتكسر الاكل، بتكسر الاكل، المعده ما فيهاش سنان فمش هتكسر الاكل، هتهضم. الهضم هياخد وقت اطول طبعا، لما تجيب حاجه تفرمها لما تنزل حته لحمه غير لما تنزل قطع صغيره، قطع صغيره مفرومه مفرومه. فدي مهمه جدا. حتى في حديث جميل جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عليه السلام، جميل جدا، يقول لك تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. يعني السيف ده انا جبته ب 100 جنيه يقوم يرد عليك يقول لك ده غالي، ده ضحك عليك بتاكل. وانت بتاكل. الغرب كلهم كده، كل الغرب كده ما يقعدوا ياكلوا يبقى فيها ساعه، عشان كمان ده كمان ما بيتخنش، تاكل قليل، تاكل قليل لانك بتتعب من كتر ما بتمضغ يعني، فبتبقى تمام. كان ليا صديق جده كان يقعدهم يقول لهم حط المعلقه في بقك ما تبلعش الا لما اقول انا، يعد 1 2 يقول 10 ابلع. والعيال اتعودوا على كده من هو طفل جدهم. فكنت اما اروح ازوره يعملوا حاجه اقول له متشكر جدا مش عايز ابلع بالامر دي. ما الانسان على ما اتعود. لو كلهم تلاقي حضرتك رشاقه تمام. فالمعده، المعده الجزء الاول اللي بقى قلنا فيها اجزاء اللي كتير. بياكل بسرعه، اللي بياخد ميه غازيه، اللي بيشرب سجاير، العصبي بيتكلم بسرعه فبيبلع هو وبيتكلم. الامعاء دي خلاص خلصنا، نزلنا على الناحيه الثانيه. الامعاء الدقيقه بقى دي لو جه فيها هوا تبقى كارثه، لانها مؤلمه جدا. مؤلمه جدا. ده بقى الانتفاخ اللي بيشتكي منه كل الناس. لا مش ده، لا مش ده، اللي تحت خالص. وجود هوا في الامعاء الدقيقه يكاد يكون مستحيل، ولازم تقول يا استاذ محمود دلوقتي سبحان الله. سبحان الله. لو اتوجد هوا في الامعاء الدقيقه مؤلمه جدا. ام ربنا عملها ازاي؟ 3 حاجات. نمره 1 ميله، لا يمكن يجمع فيها هوا، بيمشي يطلع ينزل. لما حضرتك تمسك حاجه فيها تبقى بتنزل، ميزان ميه، ميزان ميه تعمله كده يطلع ينزل، فهي مايله، حركتها شديده جدا، تتحرك على طول ما تسيبش هواء جواها، وكميه الدم اللي فيها كميه عاليه جدا تشفط الهواء بسرعه قوي. يبقى الامعاء الدقيقه في 3 صفات خلت الانسان ما يتلمش هواء فيه، لان الاكل جايز يتخمر لكن ما يحطش غاز فيه لانه مؤلم جدا، لانها صغيره محصنه، محصنه ضد الانتفاخ. متى يدخل فيها الهواء بقى؟ حالات جراحيه، شلل، شلل الامعاء، يوم يجي فيها هواء وتبقى هي تنفخ وتبقى حاجه كارثه.